مالا هكذا دستي شوفي يا بالكم كنز الصوالح ما يخلصوش من الدنيا الشماطة ودقيوش الانتقام اليوم يا جدك دقيوش اسكت الانتقام يا خويا يا خويا. الشيء اللي ملاحظ انه بن حليمة لما خرج وبدا يعمل فيديوهات ويتكلم على الجيش ما تكلمش خلاص على القايد صالح وعلى اقارب القايد صالح. تحلف ايه تحلف ايه فيديو ديما تيخرج لنا كل يوم السنه الرابعه هذا وكل يوم يخطب علينا وكل يوم يخرج لنا بخطاب جديد وكل يوم يهضر لنا هضره جديده وكل يوم يوصف اذناب العصابه ويقول لك اذناب العصابه هذو مازالوا راهم يحوسوا خراب البلاد. دروك انا ما فهمتش انا فهموها لي خاطي دروك انا هذو اللي يقول لك اذناب العصابه هذا شكون انا باين نفهم اذناب العصابه هذا شكون هيا نفاصه فاصه القايد ني نهضر معك اذناب العصابه هذا شكون راك تقول راهم في الحبس قد تقول كنا مستعمرين وانت كنت معاهم في الاستعمار قد تقول كنا مستعمرين انت كنت معاهم في الاستعمار انت كنت معاهم في الاستعمار ما نحكوش على التسعينات من كنت قائد قوة برية ودخلت دخلت البلاد فحيت مع خالد نزار ما نحكوش على التسعينات نحكم من 99 وروح من 2004 من اللي حكمتها رئيس أركان كنت مع بوط حنيطة معهم كنت كنت مع الشعب كنت مع بوط حنيطة ما تكلمش خلاص على القايد صالح سيري عندك الوالدين سيري عندك الجدود سيري الله يعطي لك موصيقه سيري الله يعطي لك كسيه سيري الله يعطي لك العينات كانت عندي شي سلطه الله امك كان بعيد على وجه الارض سيري الله بغيت امك جهنم تكداي بغيت امك جهنم سيري سيري الله يعطي لك جهنم الله يعطي لك العاده.